في تفصيل صغير بموضوع الرهاين بنهر البارد. كيف تعامل الجيش اللبناني انذاك بال2007 مع مساله المدنيين، مع مساله يمكن اسرى للجيش اللبناني داخل لا هذه المخيم؟ يعني حتى بإحدى المرات إنه كان في بإحدى المهمات يعني رتبة بمهمة يعني أثر ببناية وصلوا محل شباك شافوا منه مسلحين جوا بس كان في حد من الأولاد إنه سألوني شو الموضوع قلت لهم اتركوني ما بتوصل يعني ولا كأنه في شيء ما رأيت رغم إنه مسلحين وهن بوجنا ضدنا بس في أولاد في أطفال موجودين بالغرفة حتى لو بالقاعة كان هذا الشيء عم بيشكل خطر على حتى لو العناصر. بشكل خطر انه ما بتأكيد ما بتحافظ على الاولاد والاطفال حتى لو كان عم بيقاتل وهربان انه بتتحايد انه قد ما فيك تخفف يعني من مفهوم العنف بالقتال بالعكس